اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا الكوارع، وبنعمل الكوارع النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، وكمان اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام. يا شيف مغازي، الكوارع ما شفناكش عملتها بقالك وقت كبير، احنا معتاد منك تعمل الكوارع دايما بطريقه جديده، فانا جاي على بالي النهارده اعمل الكوارع طاجن بالحمص الشام، يعني الاثنين بروتين، بروتين نباتي وبروتين حيواني، ولكن البروتين الحيواني اللي معانا النهارده مختلف الشكل واللون والطعم، ما هيش الهبره الحمراء ولا هي الرقبه الضاني ولا هي الفخده الضاني ولا الكتف الضاني ولا الكوستاليتا، دي كوارع. كوارع غنيه بالكولاجين الطبيعي، كوارع يعني بتوفر عليكي تروحي لعياده طبيه امراض جلديه، يعني مفيده للجلد، مفيده للبشره، مفيده للشعر، مفيده للعظام، حاجات لطيفه مش هتخلينا نركب الاسانسير، ناخد السلم في درجتين للدور العشرين. دي الكوارع بتاعتنا النهارده اللي هنعملها طاجن بالحمص الشام. معانا الكسكسي، ولما نقول كسكسي بشوربه الكوارع يعني سمع هس، هنعمله كسكسي بالدمعه، الدمعه يعني طماطم متسبكه واخده حقها على النار من الوقت الكبير مع تومه وبصله مع صوص طماطم، وما تنسيش معلقه سكر عشان الحموضه. اما العصير بتاع النهارده للامانه هو عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، في نوع من انواع الخضار متهم ما بين ان هو يكون خضار او فاكهه اللي هو البنجر، لانه غني بالسكريات ومصدر غني جدا للسكريات، فهنعمله النهارده مع العصير البرتقال وعصره ليمون وعسل، فاكيد العصير ده بيتكلم عن نفسه، اذا كان برجر يعالج الانيميا وبرتقال غني في فيتامين سي او العسل اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنه. بعد ما خدنا الكوارع وسلقناها انا عندي الشوربه بتاعتها، هعمل منها الطاجن واعمل منها الكسكسي. فهستاذن طبعا الاساتذه كمان نشوف مقادير الكسكسي على الشاشه. قبل ما نشوف الكوارع هنعملها فته ازاي عشان الاثنين هيطلعوا مع بعض. كسكسي معانا كسكسي من الست الطيبه اللي بتبيعه جاهز، اللي هو المبروم او المفتول، ده موجود اللي هو دقيق وسمنه جاهز معانا بالشكل ده كده، ومعانا شويه سمنه ومعانا الدمعه بتاعتنا، بصله وتومه على النار مع صوص طماطم او معجون طماطم لغايه لما تتسبك. ادي الكسكسي بتاعنا اللطيف. طبعا ده نسويه الاول كده بالشكل ده كده اهو، ده الكسكسي. السمنه اخبارها ايه؟ السمنه هنا تتقدح معانا كده. كسكسي يعني سمنه بلدي، لازم تكون نوعيه كويسه عشان تاخد الطعم. والشوربه حلو قوي، ادي السمنه، بناخد السمنه كده نحطها على الكسكسي ده كده. شفتوا التفاصيل الصغيره دي كده؟ كانك بتعملي كحك العيد. حلو. وبعد كده يا عم الشيف بناخد شويه شوربه من اللي عندي دي كده، الله، شوربة الكوارع معاها سمنة. عايز أعمل شوية كسكسي حلوين، وناخدهم كده على الكسكسي يا عم الشيف ونقلبهم. الله، ونقلب الكسكسي ده ونحطه في الحلة بتاعت الكسكسي. إيه حلة الكسكسي؟ كلنا عارفينها بتبقى مصفاة، والمصفاة دي بتتحط في حمام مية على النار، السمنة البلدي، الشوربة اللي أنا مخدم عليها كويس بتاعت الكوارع، والله ممكن شوربه بط تحل يعني تؤدي الغرض، شوربه الوز في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره. كلنا عارفين الكسكسي اللي هو المبروم او المفتول، ده الاسم المسمى بتاعه في بعض المحافظات يعني، ولكن دلوقتي بتلاقي الكسكسي جاهز في السوبر ماركت، الناس الطيبه بتعمله وتجهزه وتبيعه، فده عادي يعني. طب ايهما افضل يا شيف؟ خلينا مع البلدي، والبلدي يوكل اللي هو معمول بالدقيق والسمنه اللي زي ده كده، زي اللي معايا ده كده. شرب السمنه وشرب الشوربه وزي الفل. هناخده زي ما هو كده مع الشاشه البيضه الحلوه اللي بنشيلها ونطلعها في المناسبات، متبخره وزي الفل اهيت، سخنه لان البخار طلع عليها. وتعالوا مع بعض نحط الكسكسي في الحله بتاعته ونسيبه، عشان عندنا شغل كتير. الكوارع دي هتتخلي ونعمل لها الدمعه بتاعتها والصلصه بتاعتها والطشه بتاعتها، وفي الاخر يا عم الشيف نحطها في الطاجن مع الحمص الشام. نعم يا غالي، الحمص عينيا، حاضر اوريهولك دلوقتي. مخرجنا بيقول لي فين الحمص؟ الحمص حاجتين، يا اما تشتري علبه حمص من عند السوبر ماركت،
يا اما تخليكي بقى ايه متمكنه كده وتجيبي كيلو حمص تنقعيه من بالليل وبعدين تخلصي ميته تخلصي منها وتحطيه على النار يستوي كانك بتسوي فول تدمسيه. بعد ما بتسلي الحمص خليه في الثلاجه. عايزه تعملي كسكسي، عايزه تعملي شوربه، عايزه تعملي سلطه، عايزه تعملي حمص بطحينه، عايزه تعملي حمص بزيت زيتون، زي ما انت عايزه. معانا الكسكسي اهوت زي الفل، حطيناه على النار في قلب الشوربه والسمنه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هو ده هو ده، عجبني قوي الشكل بتاعه. عندي شويه حمص هنا، باخد شويه من دول كده حلوين اخدتهم يتكمروا في قلب الكسكسي. شفت التركايه دي؟ ونغطي الحله دي كده زي ما هي، نقفلها. حلو، الله، يلا مع السلامه. ونكمره كده وناخده على النار ونسيبه. اهم حاجه الخلطه اللي انا حطيتها في البدايه، سمنه بلدي، شوربه الكوارع، وما تنسيش كمان البهارات بتاعتنا. ونغطيها الحله بالغطا ده كده ونسيبها تعيش مع نفسها. اهي خلصنا من الكسكسي. هنعمل الدمعه مع بعض. الدمعه عباره عن معجون طماطم وهريسه اللي هي الفلفله الحلوه، مع تومه على النار، مع معلقه سكر عشان الحموضه، ونسيبهم على النار يتسبكوا. ده مهم جدا على فكره. معانا الصلصه اهي زي الفل، ونروق عليها كده. ممكن تغذيها بشويه شوربه كوارع اذا انت حابه، يعني مفيش اي مشكله. ادي الفلفله الحلوه. الاكل النهارده فيه طعم تاني كده، واخد مدرسه تانيه خالص، نقول مدرسه الاكل الشعبي، اكله المناسبات، الاكل اللي ممكن ناكلها مره في الشهر، مره كل 15 يوم. انا اعرف ناس بتاكل الكوارع مره في الاسبوع، وهكذا. الصلصه على النار، معلقه السكر يا عم الشيف عشان الحموضه ومشاكل الحموضه مع الحمضيات زي معجون الطماطم والصلصه. نتخلص من الحموضه بمعلقه سكر ونخليها على النار. الكسكسي معروف طبعا بيتعمل بالخضار، بيتعمل بالحمام، بيتعمل بالبط، يتعمل باللحمه، يتعمل بالكوارع، ولكن اعمله النهارده بالدمعه بالتاكيد هيبقى ليه طعم تاني. بعد الكسكسي ما يستوي بشوربه الكوارع، ناخد شويه كسكسي في طبق كده ونحط عليهم معلقتين دمعه بالف هنا وشفا. تقدر تعمليه بالفواكه، تقدر تعمليه طبعا بالحليب زي ما انت حابه. كده الدمعه بتاعته على النار، بنسيبها تتسبك كده زي الفل. بص على القوام ده كده، مخرج ده اهي، دي اهي معلقه السكر بتدي له التسبيكه. دي الدمعه. ممكن تعملي دمعه وتخليها في الثلاجه عندك، عامله طبق كشري حلو، بتطلعي معلقتين من دولت وتخفيهم بصوص طماطم. عامله لحمه حلوه كده لطيفه زي الفل، بعد ما تحمريها غرقيها بالدمعه زي ما انت حابه. شاويه فرخه حلوه، بعد ما تشويها كويس تلمسها عليها بالدمعه دي، هي دي الدمعه، او التخديعه بيسموها في الصعيد الجميل، اللي انا بوجه له تحيه كبيره. نيجي لموضوع الكوارع بقى يا عم الشيف، واكيد قصتها طويله معانا. لازم بقى، هي سخنه خلي بالك وبتغلي على النار، محتاجين نخليها ونطلع اللحم، وانا مش بحب العظم بتاعها. ممكن نسيب العظميه الصغيره ونشيل الخضار ده نحطه في قلب الطاجن. تعالوا نشوفوا التفاصيل بتاعه الكسكسي وصل لفين. اللهم صل على النبي. الحلقه فيها شغل كتير. ادي الكسكسي بتاعنا، نشيل الغطا من عليه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اهو بص على الحلاوه دي كده، استوى بالتاكيد طبعا. بالشوكه كده نشوف ايه الدنيا. الله، هو ده اللي انا عايزه. فلفل مع الحمص، مع شوربه الكوارع واخد منها، مع السمنه البلدي اللي انا حطيتها في البدايه خالص على الكسكسي في البدايه. اول ما شرب شرب السمنه البلدي ودلع السمنه البلدي. اخد الكسكسي ده دلوقتي اغرفه في الطبق، طبق كبير حلو كده. اللهم صل على النبي. في طبعا اطباق للحاجات ديت ممكن تشتريها من الفخار، بتبقى لطيفه وحلوه، بس احنا طبعا عشان البرزنتيشن والشكل فبنختار الابيض. انت برضو ليك حريه الاختيار. هنخلي الطبق ده كده، وتعالوا ناخد الكسكسي اللي احنا عملناه ده كده بالشاشه بتاعته الحلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شم الريحه دي معايا كده. اللهم صل على النبي، هو ده الكسكسي.
زي ما هو كده. الله. لفت اللحمه. لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. والشاشه طالعه ايه زي الشعره من العجين. حلو الكلام. هنفرده كده مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ يعجن مين يا راجل يا طيب؟ ده بالعيار. اول ما تضرب فيه المعلقه شوف فلفل ازاي، اهو ده. وابدا بقى ايه اغذيه وادلعه بالصلصه الحلوه دي كده. يا ويلي، ده الكسكسي بالدمعه. حاجه لطيفه وجميله، قسميها كده. ممكن تقدمي طبق دمعه جنب الكسكسي للي حابب ياكل. الله الله، حلو السؤال ده يا استاذ رحاب. بتقول لي يعني الكسكسي ده جنب الكوارع بدل الفته؟ هي دي الحاجه الجديده بقى. هي الفته عباره عن عيش بيشرب شوربه الكوارع. انا جبت الكسكسي وهو عباره عن دي مستوي بطريقه طهويه لطيفه من الريف المصري والصعيد المصري، عملناه جنب الكوارع بدل العيش. وفي نفس الوقت انتهزت الفرصه دعمت الكوارع بتاعتي بالحمص. اللي حابب ياكل طاجن الكوارع بالحمص اهلا وسهلا، واللي حابب ياكل كسكسي بالدمعه وبرده فيها شوربه الكوارع اهلا وسهلا. دي عود بقدونس حبيبي يا غالي، حبيبي عينيا. انا عارف التفاصيل الصغيره بتيجي اهي. دي الكسكسي بتاعنا. الجرنش بقى دي بتاعك انت بقى ست الكل. قرن فلفل حار، جوزك بيحب الحار، حطي له فلفل حار. عندنا الفلفل ده وده مفيش مشكله. انا قلت لحضراتكم في البدايه الاكل بتاعنا النهارده من الاكلات النادره، بناكلها مره في الاسبوع، مره كل 15 يوم، مره في الشهر في المناسبات، مفيش مشكله. ولكن لما ناكلها لازم ناكلها صح. في اكلات لما نيجي ناكلها عشان كده بتلاقوا دايما اللي غاوي الاكلات دي بيروح ياكلها في مطاعم متخصصه. حلو، وبرده مفيش مانع لما المدام تعملها. وحاجه حلوه لما تكون المدام مش بتحب الكوارع او بتحب العكاوي وتعملها لجوزها. دي حاجه يعني رساله، يعني رساله جامده جدا. يا حبيبي مع ان انا مش بحبها ولا باكلها، بس اتصلت على ماما النهارده وقعدت معاها ساعه على التليفون حكاوي وعرفت اجيب لك الكوارع تتعمل ازاي على اصولها. ده شيء حلو قوي على فكره، ودي رساله جامده جدا. رساله بتقول ان الحب متأسس. ده بصل. شفت بس الكسكسي اتقدم بطريقه جديده ازاي؟ اللهم صل على النبي. دي حلقات من البصل الجميله. ممكن نقدم جنبه بصل اخضر زي احنا حابين، مفيش مشكله. بقى واخد شكل جديد خالص، طبق كسكسي اهوت، ممكن نتصور معاه سيلفي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.